الكوبة إلى منطقة الجزاء لكن بالرأس مبعدة، ترجع إلى لويس غوستافو وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. مرت كرة لويس غوستافو في الاحتفاظ بالكرة، عدت للطائي مرتدة في الجهة اليسار، الريرة على الجهة اليسار، الانطلاق الوصول في منطقة الجزاء والتسديدة لخارج أرضية الملعب. موسونا شق طريقة من الجهة اليسرى، اندفع للأمام كبير من زمن شوط المباراة الأول، فقط 10 دقائق في حركة جميلة في ملعب المباراة. إلى موسونا 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 موسونا، هذا جاي مشاغب الليلة في أرضية الملعب. الكرة للطائي إلى محاولة لأمير سعيود، سعيود عدى، ما زالت الكرة معه، يعدي من الثاني، خطيرة سعيود، خطيرة سعيود، خطيرة سعيود. بعد كل المرور الأولى الكرة تلعب للنصر على الجهة اليسار. أوه مش طبيعي أبدا، كل ما يحدث في المباراة إذا تاليسكا يضيع. تعود للنصر إلى بيتي مارتينيز، دوبراغا لخارج أرضية الملعب، مارتينيز تسديدة رائعة من مارتينيز، والتسديدة بهذا الشكل مرت بسلر مريرة ثم عرضية لم تصل إلى تاليسكا، راحت للخيبري والتسديدة من عبد الله سلطان من الجهة اليمين، العرضية جول من تاليسكا، عرضية ساحرة من سلطان الغنام واصلة لتاليسكا، تاليسكا بكل أناقة، تاليسكا بكل رشاقة غزاهم وسجل في مرماهم وأهدى لجمهور النصر على زخات المطر أول أهداف النصر في شوط المباراة الأول. 1-0 عبر تاليسكا من عرضية رائعة من سلطان، شوف سلطان، شوف يا 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 على العرضية ويا على الرأسية من تاليسكا. النصر يتقدم قبل نهاية شوط المباراة الأول، تاليسكا يشعل المباراة ويشعل جمهور النصر في ليلة المطر، يعزف انشودة المطر والنصر يتقدم بأول أهدافه في لقطة رائعة تحت